السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم اللي غيجيكم شويه نوعا ما يعني مختلف على الفيديوهات اللي كنحط عاده في القناه. اليوم هذا الفيديو درته فيديو خاص، فانا كان يعني كندير المونتاج لهذا الفيديو، وعدد المشتركين في القناه هو 99,966 مشترك. يعني من هنا لغدا الصباح ان شاء الله مني غنشر الفيديو يقدر يكون عدد المشتركين 100,000 مشترك. فلهذا خليت هذا الفيديو هذا اولا درت هذا الفيديو هذا باش ندير واحد جسر ديال التواصل ما بين صاحبة القناة والمتتبعين ديال هذه القناة اولا المعجبين ديال هاد القناة اللي كيتبعوها واللي كتعجبهم الوصفات ديالها. فالصراحة من نهار درت اول فيديو على القناة اللي تنشر نهار 27 ديسمبر 2018، قلت بان نهار غادي توصل القناة 100,000 مشترك عندي لكم مفاجأة. وكنت كنقول دائما في الفيديوهات الاولى اللي حطيت الناس اللي متبعيني من الاول ان وعد الحر دين عليه، وان شاء الله انا مازال عند الوعد ديالي. فان شاء الله انا غادي نبدا في تحضير الفيديو ديال 100,000 مشترك باش نوفي بالوعد ديالي للمشتركين ديال هاد القناة ديالي. فاليوم هاد الفيديو درته باش الناس اللي عندهم اي سؤال، اي سؤال بغيتوا تعرفوه على هاد القناة، اي سؤال بغيتوا تطرحوه على صاحبة القناة خليوه في تعليق في هاد الفيديو اللي لتحت. بالنسبة للناس اللي كيشوفوا القناة لأول مرة، فأنا درت لكم مقتطفات من الفيديوهات اللي كندير على القناة او الوصفات اللي كندير على القناة. واما الناس اللي متبعيني راهم عارفين شنو هو المحتوى ديال القناة. فبغيت نخلي كيف قلت لكم هذا الفيديو يعني صلة وصل باش تعرفوا اكثر على صاحبة القناة، واش هي اللي كتهضر، واش السيدة اللي كتهضر هي اللي كدير الوصفات، واش الصورة اللي محطوطة في القناة واش ديال صاحبة القناة او لا ديال سيدة اخرى. يعني هادشي كله غادي نتعرفوا في الفيديو اللي غادي نجاوب فيه على الاسئلة ديالكم. فمن خلال الاسئلة اللي غادي نتخليو ليا هنا في هاد الفيديو لتحت، انا غندير فيديو وغادي نجاوبكم على جميع الاسئلة اللي بغيتو طرحوا عليا. فالصراحة انا من نهار درت اول فيديو ما عمرني ظهرت في القناة، ما عمرني بنت، كاينين الناس اللي معارفينش حتى الاسم ديال صاحبة القناة. فأي حاجة بغيتوا تعرفوها خليو لتحت في التعاليق ديالكم، وخليو تعاليق بكثرة باش يعني نقدر ندير واحد الفيديو اللي تستافدوا منه، ويعني يكون يعني تقربوا من صاحبة القناة. فالصراحة مني كتوصل القناة 100,000 وكيكونوا الناس مثلا معجبين بهاد القناة، مني كيخليو التعليق فهما ما كيعرفوش لمن مخلين هاد التعليق، غير كيخليوه وما عارفينش حتى الاسم ديال هاد السيدة اللي كيخليو لها تعليق، ما عارفينش يعني واش. وحتى باش تكون واحد صراحة واحد المصداقية يعني ما بين يعني الناس المتتبعين وصاحبة القناة، فلا بد من الناس كي يعني بغيو يعرفوا شكون هاد السيدة اللي كتقدم لهم هاد الوصفات هادي. فطبيعي جدا كنظن ان يعني اغلب القنوات كيكون واحد التعريف اما في البداية اما بواحد الفترة. فانا الصراحة خليت حتى وصلت 100,000 يعني على الاقل تكون القناة عندها واحد شوية ديال المتتبعين، واحد شوية ديال المعجبين، وعاد يعني نعرف بصاحبة القناة. فنتمنى ان التعاليق ديالكم تكون كثيرة بزاف،
لان 100,000 مشترك، نتمنى تكون ولو يعني 1%، غير 1% من هاد المشتركين يخليو تعاليق ديالهم. كل ما كانت تعاليق كثيره كل ما ان شاء الله غدا نتشجع ندير فيديو في اقرب وقت باش نجاوبكم على جميع هاد الاسئله ديالكم، وكذلك نوضح لكم يعني هذيك الجمله اللي كنت كنقول لكم في الاول في الفيديوهات الاولى، وعد الحر دين عليه، شنو هو هذا الوعد وشنو هو الجزء الثاني من القناه. فانتم دابا كتشوفوا الجزء الاول من القناه، والجزء الثاني مازال غادي يجي من بعد 100,000، وغادي نتعرفوا علاش حتى القناه تسمات ورد وزعفران، علاش بالضبط ورد وزعفران، لان الاسم ما جاش فقط هكاك اعتباطي، عنده معنى اللي غادي نتعرفوه ان شاء الله قريبا جدا. فكنقول لكم بزاف بزاف ان شاء الله ديال التعاليق خليوهم تحت هاد الفيديو هذا. شكرا بزاف بزاف على الثقه ديالكم وعلى الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم وعلى التعاليق الراقيه الراقيه بزاف ديالكم اللي كنتوصل بها يوميا. كنقول لكم الى اللقاء ان شاء الله في فيديو قريب جدا. مع السلامه.